تسلا، الهواتف، الراتب، عملية الكرة، حتى لو كانت تجربة موجودة في بلد آخر أنت تجيبها تستثمرها وتترجم بطريقة أو بأخرى والفائدة وتعطي جمالية للدولة أو حتى للمنافسة لا ضير. هي الفكرة أنك أنت تحول هذه الأفكار إلى واقع ملموس وتدمج بين كرة القدم والمسابقة أو يو انجيج يعني انجيجمنت بين ترجمت بالضبط بين الحضور اللي بيشاهدون المباراة وبين الجهة الراعية بالنسبة لهذه المسابقة. محمد، إضافة لكلام الكباتن، يمكن أنا بحكم أني عضو في اللجنة الفنية، بحكم الأجندة اللي حصلت في هذا الموسم بالذات، نشاهد معكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة في هذه الأثناء وصول حافلة فريق الشارقة إلى استاد آل نهيان بالعاصمة الحبيبة أبو ظبي. تفضل براشد. محمد، بحكم أن طبعاً عذروني أنا قاطعكم دائماً، بس بسبب أن اللقطات تأتي على الهواء مباشرة، لذلك اعذروني على المقاطعة في أي وقت للتوجه لمشاهدة اللقطات الحية التي تأتي على الهواء مباشرة. وشاهدنا بالدرون وصول حافلة فريق الشارقة إلى استاد آل نهيان. تفضل براشد. محمد، بحكم أن يعني كان أنا عضو في اللجنة الفنية في الرابطة، كان لما كانت الأجندة أو وضعنا الأجندة بالنسبة للموسم هذا، يعني كانت فكرة أن تكون المباراة النهائية أو البطولة أو دور الأربعة مع المباراة النهائية تكون نهاية الموسم، بخلاف المواسم اللي طافت نهاية المباريات أو نهاية الموسم تكون مباريات الدوري، أو في بعض الأحيان تكون خلاص مباراة الكاس هي تكون آخر مباراة، لكن كبطولة ثالثة في مثل هذا الوقت في هذا الوقت من الموسم، اتصور انها يمكن هذا ايضا يمكن بطلب ايضا من الراعي نفسه ان تكون البطوله باسمه، عطفا على المبالغ اللي قدمها في هذا او اللي قدمتها الشركه الراعيه في هذا في هذه البطوله، اتصور انه يستحقون هذه الامور كلها. محمد، صعب انك توضع اجنده وتحصل يعني أو تضع مباراة في مثل هذه أو في بطولة مثل هذه تكون نهاية الموسم، لكن لما أنت تكون أو راعي يضخ مبلغ مثل هذا يستحق أكثر من هذا الاهتمام. وتصور محمد، يمكن بعد الدوري يمكن الشغل الشاغل اليوم للسوشيال ميديا الرابطة في كيفية يعني تأهيل لهذه المباراة النهائية كان شيء جميل، خاصة بعد تتويج شباب الأهلي في المباراة الأخيرة. طيب خلنا نروح لعبد العزيز ومعه الكابتن طارق علي في الاستوديو المصاحب هناك في أرضية الملعب. شكرا لك زميلي محمد. إذن مرة أخرى أهلا وسهلا.